بالغضب وما غنبقاش معاه وصافي صافي حيت انا ظريفه. ولكن الا ما كانش مخلق وما عندوش كرامه وثقه هي اللي باش غيدير هادشي، مي سينو ما غيديرهاش. نتصدم وغنسكت و زعما جو في با رياجي غاشو. حتى هذا شي واحد دار لك شي حاجه خايبه صافي با انك دير بحالو. انا عندي المراه تيق فيها ما داكشي ما تقدرش دير شي حاجه مورايا. كاين بعض العيالات ممكن تكون الخونه وتكون بزاف الحوايج خبيه وهذه الى اخره ممكن تحصل عليها الدليل. وين الا كاين المشكل ثاني فين كيكون المشكل؟ ملي كيكونوا الدراري. ما الا كانت المراه ما كاين لا دراري لا والو راه يقدر غدفع الكروسه وتزيد. ساقتلو صافي غنقتلو حيت ما غاديش جو ما غاديش ما نحش نحس بحال الشمزه بحال شي لعب سي با ايفيدون. لا ما عرفتش هادي لا رياكسيون اللي فكرت فيها الاولى. الواحد الا لقى الزوجه ديالو كتخونو هذا مشكل بزاف كبير وعويز. لذلك هو ما كنتمنى حتى شي واحد يوقع فيه ولا يكون ولا يطيح في هذا المشكل هذا، وكنتمنى يوقع فيه حتى شي واحد ولا جرب الله وقع لشي واحد. نتمنى انه يفكر بعقلانيه هذيك اللحظه اللي كيكون فيها هذاك المشكل. غادي نكره النار اللي عرفت فيها هذيك السيده هذه صراحه. هذا هو الاخر، ما نقولش لك انا غادي نتيري فيها ولا غادي نجيب موس نقتلها، داك الشيء ما لا علاقه. بطبيعه الحال غادي نلتجئ الامور قانونيه وقضائيه. هذا هو نقطه الفصل اللي غتكون بيني وبين ديك السيده اللي كتربطني بها علاقه الزواج. انا غتشوف اش غدير، ما عرفتش تصادي تشطح في هذيك فهمتي في هذيك لا تعاب اش غتشوف اش غدير. خويا غندير لها ما نقدرش نقول لك دابا غندير لها درايب. انا كانت الزميله ديالي غندير لها درايب. مرتي قال لك مرتي غنتزوج ثلاثه صراحه انا ربعه ندير موراها ثلاثه سهلة عادي عادي جدا. جيب ثلاثة نجلسهم معها ونزيد على ثلاثة أخرين يوليو أربعة. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا أبوني في لاشين يوتيوب.